ينعقد صباح غد الأحد الملتقى الحكومي 2016 تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الملتقى يهدف إلى بحث مستقبل مملكة البحرين وصولا إلى العام 2030 وتنفيذ الرؤية الاقتصادية التي تقوم على التنافسية والاستدامة والعدالة ياتي الملتقى الحكومي 2016 المزمع عقده غدا الاحد، ياتي كحلقه مكمله لسلسله من اللقاءات المباشره بين القياده والشعب، وامتدادا لسنه حميده استنها قاده البلاد في التواصل مع ابناء الشعب بشكل مباشر دون حواجز او وساطات. بدأها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في لقاءاته المتواصلة مع الشعب، يتواصل معهم دون استثناء أو تمييز، الجميع داخل في كنف جلالته، والجميع ينال حظا وافرا من اهتمامه، وكأنه الوحيد الذي يرعى نظره، يبحث معهم كل ما يستجد في الشأن المحلي دون تكلف، مع صراحة بالغة لا تغيب عن سماء اللقاء. والملتقى الحكومي ايضا امتداد للاهتمامات اليوميه لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر رعاه الله الذي وضع نصب عينيه خدمه المواطن البحريني والارتقاء بمستوى البحرين في كل المجالات فمجلس سموه العامر دائما ما يبحث في تطوير العمل الحكومي ويركز على كيفيه الارتقاء به مع تشديد سموه على ضروره ان يكون المواطن هو الهدف الاسمى للعمل الحكومي هذا ناهيك عن زيارات الامير الرئيس الميدانيه المتواصله لمواقع الانجاز والوقوف شخصيا على حل كل ما من شانه اشغال المواطن بهم او كدر لياتي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ليكون سندا وعونا في اكمال المسيره برؤيته الشابه وطموحه المتوقد وسعيه الدؤوب لتحويل البحرين الى قوه اقتصاديه جاذبه كانت الرؤيه الاقتصاديه 2030 هي عنوان التحول الى المنافسه مع تنميه مستدامه بدأت بوضع الخطط وصولا إلى جني الثمار وأول قطرها توجيهات سموه بتوزيع الوحدات الإسكانية على المواطنين والتي بلغت أكثر من ستة آلاف وحدة سكنية تم الانتهاء من توزيع نصفها والبدء في النصف الثاني يأتي الملتقى الحكومي المنعقد غدا استكمالا لطريق الخير بتكاتف الجميع في سبيل الانتقال بالبحرين برؤيه ثاقبه وطموح لا يهدأ وانجاز يتلوه انجاز الى اجمل الايام محمد بعيده لمركز الاخبار تلفزيون البحرين